باش نعطيكم صورة واضحة عن تطور نفقة المقصة الانطلاقة غادي تكون هي من الفرضيات اللي اعتمدنا في قانون المالية غاز البوتان اعتمدنا الفرضية نتاع 450 دولار للطن نتوقع اليوم أن نفس سنة 2022 غنكونوا بين 800 و 850 دولار للطن السعر نتاع اليوم نتاع غاز البوتان هو 807 دولار للطن السكر الخام المستورد الانطلاقة كانت من 380 دولار للطن اليوم احنا في 460 دولار للطن القمح المستورد لو يعني الثمن المرجعي اللي كان هو 250 درهم للقنطار اليوم سنة 2022 كانت أنه نكونوا في 380 درهم للقنطار نتيجة لتطور هذه الفرضيات الدعم الدولة لقنينة قنينة البوطة نتاع 12 كيلو المتوسط نتاع خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 22 بلغ 100 درهم لكل بوطة مقابل الاعتمادات اللي فتحنا في قانون المالية كانت كتوقع واحد الدعم تاع دع 50 درهم معناه أن البوطة التمن الحقيقي نتاعها حسب توقعات قانون المالية كان غيكون 90 حسب الواقع الذي نعيشه هو 140 يعني لو لا تدخل الدوله ثمن البوطه اليوم تاع 12 كيلو كان خصو يكون 140 درهم ثمن نتاع القمح دونك اليوم في كل قنطار نتاع القمح مستورد الدوله تخلص 258 درهم 258 درهم دي للكنتال في الوقت اللي كنا هذه العمليه نتاع استيراد القمح كانت كتعطي موارد جمركيه للدوله ب 800 مليون درهم ولكم أن يعني انكم تشوفوا الفارق بين الظروف كانت فيها موارد نتاع 800 مليون درهم الى واقع كل قنطار تيدخل تنعطيو فيه 258 درهم للقنطار السكر باش تبقى الاثمنه نتاع جميع انواع السكر في مستوياتها الدوله ستخصص اكثر من مليار و200 مليون درهم هذه السنه <applause>